مطر مطر، جلال قال لي انه حكى عليك كل شيء. ايه حكى لي شو يعني؟ ليش ما بدك تصدقي انه المخلوقه كذبت علي؟ كذبت ورجتني تقارير طبيه مزوره. كنت بتصدق وحده مثل هاي بعد كل شيء عملته فيك؟ خفت يصير لها شيء، يعني احساس الذنب والله العظيم بشع كثير. عمي مشان الله خلص بقى، حاج لسه خوف وذنب وتردد وشفقه، كل شيء بيناتنا صاير مايع لدرجه انه ما بيمشى لا قدامك ولا وراك. انت ضايع وعم تضيع اللي معك. انا ما فيني اعيش مع رجال مثلك. على مالك. يلا بالسلامة ودير بالك على حالك. الله يسلمك، وانت دير بالك عليه وعلى حالك. طبعا نحكي. ايه اكيد بنحكي. بالمناسبة تركته فارغ، حاسس حاله عم يدفع تمام طيبة قلبه الزايدة وتردده. سامي كتير منيح وبيحبك كثير. وطبعا رح اذكركم انه الفيلم رح ينزل بصالات الشرق الاوسط بمنتصف تشرين القادم. وهلا منروح باغنيه عن الحب وبنرجع لكم بسينما شو على هوا هارموني. خليكم معنا. لازم تكونوا مع بعض. انت بتتجوز وبتطلق تاني يوم، وهي بتسافر وبترجع تاني يوم. ما راح تلاقوا حدا يفهم عجنانكم انت وياها غير انت. اشتقت لك. وانا كمان. اتفضلوا عزمونا على شي قرني حلوان هالصبحة لبين بس لترجعوا تتركوا بعض. او ترجع هديك يعني تطلع لك شي قصة جديدة. هات لك هات. قلت ليش هيك عملت؟ هيك منكون خالصين. بكره بتجيب جهاز جديد وبتغير خطك وبتغير بيتك وبتغير شغلك. مو اسهل له يغير البلد؟ بس الشغل ناطرك هون دبي؟